سعادة يلا لقيت اللي يرضيك دير النية ديش فيها فيلم هندي وبين ليا تيجي او من الباص فدعت السعادة الحق في جودة السكن. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم سولو الناس. اليوم غادي نتكلموا على واحد تشالنج اللي قاموا به مجموعه من النجوم العالميين. هذا التحدي بخصوص يعني حمله تبرع لصالح جمعيه المرضى الجهاز العصبي واللي كيقوموا بها هاد الفنانه باخذ ماء مثلج وكيكبوا عليهم. وصل لنا هذا التحدي هنا للمغرب وقاموا به مجموعه من اعلاميين وفنانين، ولكن هذه المره من اجل تبرع ب الدم، واللي لقينا عندنا مشكل او خصاص في بعض المدن هنا في المغرب. بغينا نعرفوا الراي ديالكم بخصوص هذه الحمله ديال التبرع، يعني بهالطريقه هذه ديال هذا التحدي ديال اخذ يعني دلو من الماء المثلج وكيكبوه عليهم. نشوفوا شنو غادي تقولوا لينا. كانت الحركه هذه بداها مارك مؤسس الفيسبوك اللي نومينا فيها بيل غيتس، اللي بدوره حتى هو يستجب لهاد لا نوميناسيون اللي قال ليه مارك. بدات هكا مع لي جوغ دو فوتبول تقريبا لا بلوبار اللي مشهورين داروها. واحد انيسياتيف بدات اون ستار امريكان ما عقلتش، اول واحد شفتو دارها هو مارك زوكربيرغ باش يفيرسيو وتيكبوا عليهم ما بارد وتيتشالنجيو ثلاثه د الناس pour verser واحد لاصوم لواحد لاسوسياسيون pour lutter contre واحد المرضي. دونك كل واحد تيديرها و تي il désigne 3 personnes باش يديروها. apparemment شفتها في لي سيت سوا دو فوتبول سوا لي سيت سوا لي ريزو سوسيو فيسبوك. دونك لقيت نجوم عالميين سوا سوا في عالم الرياضه سوا في عالم الفن. دونك هذه بادره طيبه بالنسبه لهاد النجوم باش كيمكنوا الناس زعما اللي عندهم مشاكل سواء صحيه سواء اجتماعيه باش يستافدوا ماديا وكذلك معنويا من هذه المبادره. يعني ظاهره غريبه، ما يعني ما عندهاش شي علاقه مع ربما شي حاجه جديده. ديما حنا المغاربه ديما كنتاثروا بشي حاجه ديال الغرب اللي ما كنعرفوش على الصراحه، وان فوا كتدخل شي حاجه جديده كنديروا وقت حنا ما عارفينهاش. وهذه كتبقى بادره طيبه من عندهم، كيبغيو يوصلوا الميساج ديالهم بطريقه مختلفه. وانا لاحظت بان المغاربه حتى هما كيحاولوا يوصلوا هذه الفكره. شوف ولكن ما عرفتش علاش كيديروا داك الشيء، وحتى المغاربه دابا ولاو كيديروهم كيقلدوا الكور ما عرفتش. وما نكذبش عليك ظاهره سمعت بانهم بحال كيتعاطفوا مع دوك الناس اللي عندهم نقص في الجهاز العصبي ولا كيبغيو يتبرعوا بالدم. فوالا دارها مومو باش الحمله ديال التبرع بالدم. جو تروف سي اون بيل انيشياتيف، جونكوراج الانيشياتيف و سي بيان اونيتمون سي بيان. ضروري الواحد باش يوصل شي رساله خاصو يدير واحد شي حاجه باش تبين للناس، هذا هو المهم. دخلت لهنا المغرب بداها مومو ديليت راديو اللي كونفوكا فيها غدوان وكونفوكا فيها حنان الفضيلي قاد الملاح ديزيدروس، وهكا بدات من واحد لواحد. مي نورمالمون كان دار واحد اللعاب ديال الرجاء عصام الراقي واحد لقيتها صافي، ودابا بدات تدخل المغرب. إذن مشاهدينا الكرام الآراء كانت مختلفة، لقينا رواد الفيسبوك هما اللي عارفين يعني هاد التحدي اللي كيشدوا الماء بارد مثلج كيخويو عليهم، يعني عارفين بانه كاينه حمله تبرع خاصه يعني المدن اللي عندها نقص في الدم. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سولوا الناس، الى اللقاء.